السلام عليكم، شو رايكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومهنيين باذن الله تعالى. اليوم نديرو كيف كيف جينواز شوكولا تجي بزاف بنينه وخفيفه وبلا ما نستعملوا الميزان، باسكو بزاف منا ما عندهمش الميزان. الوغ نديروها بلا ميزان. جوزو كيف كيف المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 6 حبات تاع بيض مع كاس تاع السكر العادي اللي نخدمو به. وبالنسبه للبيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. نهار اللي نكونو نخدمو به نجبدوه الصباح من الفريجيدير ومن بعد نخدمو به، ما لازمش نخدمو به وهو بارد. ما يعادل 240 غرام تاع سكر ما من الفارينه والكاكاو كي نجمعوهم في زوج 240 غرام. هذو هما المقادير. نبدا نخلط في البيض والسكر تاعنا غير بالعقل، من بعد نزيدو بسرعة تاع الباتور مع الاول يكون غير بالعقل، قسمه برك يبدا شوفو كيفاش يولي شغل يدير الغاوي، من بعد نزيدو له في الفيتاس. ماشي كي تشوفوه ولا صفر معناتها خلاص نحبسو، يليق الخليط تاعنا يولي ابيض ابيض، يتبدل كامل اللون تاعو ويتضاعف باش نحبسو. هنايا نزيد نكمل نخلط. انايا خلطتهم واحد 8 دقائق حتى 10 دقائق، كل واحد والباتور تاعو كيفاش. انا هذا الباتور غابيد 8 دقائق طلع لي مليح، شوفوا كيفاش ولا ثقيل وبيض. من بعد ما نكونوا كملنا كامل خلطناه كيما راكم تشوفوا وطلع مليح ضعف الحجم تاعو، نجيبو الفارينه المايزينا والكاكاو، وانا حنزيد لها غير شويه تاع الخميره. تنجمو تستغناو عليها باسكو انا طلعنا مليح البيض والجينواز، ما يديرولهاش الخميره ني زيت ني والو، طيب هكاك. مي اللي خاف ما تطلعلوش يدير لها الخميره. شوفوا انايا شعل درت زوج مغارف صغار خميره وكاس معمر مليح تاع فارينه، زوج مغارف كبار ثاني معمرين مليح تاع الكاكاو باسكو شوكولا، وستلها مغرف كبيره تاع لافاني، ونبدا نخلط غير بالعقل. بالنسبه للفارينه نديرو غير بالتدريج بشويه وندخلوها في البيض بشويه وندخلوها في البيض حتى وين نكملوها. سورتو المبتدئه ديرو غير بالعقل باسكو لا غلبتكم راح دير لنا تكتله تاع الفارينه وما تتحللناش مليح. من بعد الجينواز تاعكم ما تخرجناش شابه، شوفوا لازم هذيك الفارينه تتحل كامل. نخدمو غير بالعقل لا في غرفتكم من التحت للفوق بالمغرف تاع الحطب. من بعد ما نتاكدوا باللي الفارينه تاعنا دخلت نجيبو الكاكاو، ما من الكاكاو نديرو على زوج خطرات، شوفو غير بالعقل خدمو في غرفتكم. اذا تبعتوني بالتفصيل وبالتدقيق اكيد هذه الوصفه رايحه تنجح لكم ومن اول مره، لانه مقاديرها سهله وبسيطه. برك الواحد لازم يكون يخدم في غرضه، ما يكونش مزروب غير يجري ويخلط اي حاجه، ما يش رايحه تنجح لكم كي تكونوا مزروبين. هنايا نكمل ندخل مليح الكميه تاع الكاكاو اللي بقات لي في الخليط. وبالنسبه للفارينه والكاكاو لازم نغربلوهم بالسيار ولا كيما هذا يا سيار صغير ولا بالصفايه تاع الحليب، لازم يتغربلو باش الخليط تاعنا ندخلو له الهواء. وكي قلت لكم لازم غير بالعقل من تحت للفوق من تحت للفوق، ما نخلطوش ديريكتومون باش البيض تاعنا ما يتكسرش ويبقى شاد. اذا تكسر وخرج البيض انفصل البيض وحده والاخرين وحدهم خلاص الجينواز تاعكم خسرت وما عيش رايحه تجي شابه كامل. البيض يطيب وحده والفارينه تطيب وحدها لوغ ما تجي شابه. هنايا المول تاعي درت فيه بابي كويسون دهنته مليح بالزيت قبل ما ندير بابي كويسون تحته وفوقه وفي الاطراف. وهنايا جبت بابي واحد اخر، شوفوا كيفاش قطعته، لازم يكون عريض يعني الحجم تاعو كبير على الدائره تاع السرسو تاعنا ولا المول اللي راكم رايحين تطيبوه فيه. هذا المول صغير نورمالمون تاع 20. بعد ما قسمت البابي على زوج شوفوا كيفاش درت، ومن بعد نبدا نلصق فيه في الاطراف بالعجينه تاعنا بالخليط هذاك. هنايا المول تاعي صغير ماشي طالع بزاف، سي بوغ سا درت البابي باش كي طيب وتطلع لنا ما تفيضش، يشدها مليح هذاك البابي. شوفوا كيفاش جا، سقمته مليح غلقته، ما تخافوش ماش كامل رايح يخرج لكم. ونخبطوها بهذه الطريقه باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه، تجي على نيفو واحد.
انا يا نقص لها من الفوق هذاك البابي باسكو راه طالع بزاف ومن بعد ما يدخليش في الفوق، الوغ نقص له شويه، نقصوا له غير شويه، تنجموه في الاول تنقصوا له، مي ديروا حسابكم كي تتنفخ. هنايا بعد ما كملت الطابت دخلتها الفوق، كان ديجا سخنته على 180 درجه نص ساعه مقبل، ومن بعد دخلته يطيب من تحت حتى وين طابت مليح وحدها حمارت من الفوق. ما كان لا تزيدوا تشعلوا عليها من الفوق، لا شتوها برك شويه بيضه شعلوا عليها تدي اللون وتجيبوها. شوفوا كيفاش جات، ما شاء الله جات روعه، بزاف شابه واسفنجيه. وكي تحبوا تخدموا بها واش لازم ديروا، تخدموها نهار مقبل تخلوها تريح تبرد مليح، ومن بعد كي نجو نقسموها تساعدنا في القسيم، ما تتفتتناش، لا كانت سخونه راح تتفتت كامل. انا هنا باسكو حندير لاير كيك تجي شويه عاليه، الوغ زدت درت خبزه صغيره، ومن بعد نقسمها هذه. تحبوا تقسموا على ثلاثه، تحبوا تقسموها على اربعه، نتوما واش راكم حابين. ها هي بعد ما قسمتها كيما راكم تشوفوا فيها جات ما شاء الله، ما تجيش كامل معجنه، جربوها على بالي رايحه تعجبكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، اللي عجبته يخلي لي جيم وتعليق اسفل الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه. احبتي في الله، سلام.